عاملات وعمال مصر الكرام، لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا. ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة. وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها. ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها. وعلى التوازي فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي. كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة